انا ماشي ما كنتش نخدم ونقول ونعاود نكرر، كنت نخدم مي صاصبو بالك ماشي حاجه تيليفيزي باش الناس تشوف بلي لامي تخدم. وكما قلت انا ما كنتش بزاف ندير صوالحي في لي ريزو سوسيو التواصل الاجتماعي كيما الانستغرام ولا تويتر ولا فيسبوك ولا سي بور سا. الناس بالك تقول لك لامي غيبت على الساحه الفنيه، سي فغي ان مومون وين ما خيرتي بالك تغيبي شويه، يعطيك الصحه كانوا عندي ظروف اللي خلوني انا ما نبانش في ذاك الوقت. ومي كنت نخدم مع الديوان الوطني والثقافه والاعلام الوانسي توجور، نخدموا الملحمات، نخدموا المهرجانات جميله تيم قاد سينو والعرس الثاني ولا العرس الثاني.